ما إن تهتز العلاقات الروسية الإسرائيلية حتى تتأثر كنيسة ألكسندر نافاسكي في القدس بذلك، فالكنيسة هي أقرب ما لروسيا في جوار كنيسة القيامة التي تتقاسمها 6 طوائف مسيحية ليست الكنيسة الروسية من بينها. أنا بعتقد هذه مصالح دولة، مصالح لا ترتبط بالنظام بقدر ما ترتبط برؤية المجتمع في ذلك الوقت ورؤية حضارته. الجديد هذه المرة عرقلة نقل ملكية الكنيسة إلى الحكومة الروسية إثر قرار السلطات الروسية إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو. بنت روسيا القيصرية مباني ضخمة في مدينة القدس في القرن 19، وإثر الإطاحة بالقيصر انتقلت ملكية المباني إلى جمعيات غير موالية للحكومة. هذه الأماكن هي نقطة لعب أو مركز يحاول منه الإسرائيليين ابتزاز الدولة الروسية. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بدأت روسيا المطالبة بالحصول على هذه المباني، منها كنائس وقصور ومقرات للشرطة الإسرائيلية. لا تختزل أزمة الأملاك الروسية العلاقات الإسرائيلية الروسية أو التاريخ المتشعب لروسيا خلال القرن الأخير فحسب، بل تظهر كذلك التنوع الكبير للقدس دينيا وعمرانيا، والذي تسعى إسرائيل إلى مصادرته أو تغييب الفلسطينيين عنه. أحمد دراوشة، العربي، القدس المحتلة.